قال وزير خارجية التونسي خميس الجيناوي إن الدعم الدولي إلى ليبيا يشكو من عدة نقائص بسبب عدم قدرة الحكومات الليبية المتعاقبة على تحديد احتياجاتها وأولوياتها بصفة جلية وواضحة تماماً. أضاف الجيناوي في اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية، قال إن الجهات المانحة دولا كانت أو منظمات عملت في العديد من الأحيان من خلال قنواتها الخاصة على إيصال هذه المساعدات بصفة مباشرة، ما جعل تقييم أثر هذه الدعم على واقع المواطن الليبي أمرا في غاية الصعوبة. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.ly.